السنة الثالثة من تعليم ابتدائي في كتاب الواضح من النشاط العلمي. عندنا درس اليوم هو بماذا يتميز المغناطيس، هذا في الصفحة 59. عندنا الدرس في الصفحة 59 بماذا يتميز المغناطيس، هذا في أسبوع 20 الحصة الخامسة. Qu'est-ce qui caractérise un aimant? ما الذي يميز المغناطيس؟ الهدف التعلمي: أميز الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها المغناطيس وأتعرف قطبيه. أميز الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها، إلى هذا هو الهدف، أن نعرف الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها المغناطيس، وأتعرف قطبيه لأن له قطبين، واحد أحمر والآخر أزرق. Je distingue les corps qui sont attirés par l'aimant. إذن je distingue هو معنى أميز الأجسام التي يجذبها المغناطيس، الأيمون هو المغناطيس، de ceux qui ne le sont pas. Je détermine ses pôles. Les pôles ont معنى القطبين. إذن انطلق ألاحظ الصورتين وأقترح حلا لإخراج الماسك من الماء. نلاحظ في هذه الصورة، الصورة الأولى كأس من الماء وماسك من الماء، الماسك يوجد خارج الكأس. في الصورة الثانية نلاحظ الماسك داخل الكأس من الماء ونقترح حلا لإخراجه. إذن الحل سنستعمل ماذا؟ نستعمل المغناطيس. المغناطيس هو هذا، له قطبين، هذا قطب أحمر وقطب أزرق. إذن أتساءل، ما هي الأشياء التي يجذبها المغناطيس؟ ما المواد التي يجذبها المغناطيس؟ أفترض أن المغناطيس يجذب الأجسام التي تحتوي على الحديد. إذا أختبر، أنجز المناولتين التاليتين. المناولة الأولى، أقرب المغناطيس من هذه الأجسام. نقرب المغناطيس من هذه الأجسام، لأن كتلاحظوا أن هذه الأجسام هي عندي مفاتيح أو مفتاح، مقص، وعندي هنا قلم، مسطرة، مجرة، قلم رصاص، ماسك. إذا نقرب المغناطيس وألاحظ، أميز الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها المغناطيس. إذا كنميز ما بين الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها، وأملأ الجدول التالي بكتابة ينجذب أو لا ينجذب. إذن غنكملوا هذا الجدول هذا بعد الملاحظة. عندي هنا الأجسام تأثير المغناطيس، عندي المبحث، إذن غنكتبه هنا، هل تنجذب أو لا تنجذب؟ إذن لا تنجذب، نعم، اكتبوا لا ينجذب. المقص ينجذب أو لا ينجذب؟ ينجذب. مسطرة هذه تنجذب أو لا تنجذب؟ لا تنجذب، لا ينجذب. هذا القلم ينجذب أو لا ينجذب؟ لا ينجذب. الماسك، الماسك ينجذب أو لا ينجذب؟ عام ينجذب، ينجذب.
المنجرة هذه من البلاستيك تنجذب أو لا؟ إذا لا ينجذب، وهذا القلم ينجذب أو لا ينجذب؟ هذا لا ينجذب، لا ينجذب. إذا نلاحظ أنه الأشياء التي تنجذب هي الماسك والمقص، هي الأشياء المصنوعة من الحديد. ألاحظ وأتمم الجملة بما يناسب. إذا الأجسام التي جذبها المغناطيس هي المقص والماسك. أستنتج، يجذب المغناطيس فقط الأجسام التي تحتوي على مادة ماذا؟ مادة الحديد. المناولة الثانية، للمغناطيس ألاحظ المغناطيس وأتمم الجملة. لاحظ هذا المغناطيس وأتمم الجملة. ها هو. إذن للمغناطيس قطبين، أحدهما له لون، لون، والآخر له لون. إذن واحد عنده له لون أحمر ولون أزرق. إذن له لون أزرق والآخر أحمر. أستنتج أن للمغناطيس قطبان مختلفان. يسمى الطرف الأحمر للمغناطيس القطب الشمالي، لو نور، كلام صريح بالرمز ان، معناه لو نور الشمال، القطب الشمالي. والطرف الأزرق القطب الجنوبي، كلام صريح بالرمز اس، لو سود. أستعمل قطبين مغناطيسيين لأنجز المناولات التالية. لاحظ هذه المناولة الأولى، كنقرب جوج مغناطيسيين، ولكن أضع هنا مغناطيس واحد قطب لو نور، قطب شمالي مع قطب جنوبي ديال لو سود. إذن ماذا ألاحظ؟ أنه يتجاذبان. هنا في المناولة التالية أقرب المغناطيس المغناطيسين لبعضهما البعض، ولكن نفس القطبين لو نور مع لو نور. إذن ماذا ألاحظ؟ أنهما المغناطيسين لا يتجاذبان بل يتلافران، يبتعدان عن بعضهما البعض. المناولة الثالثة، نلاحظ نقرب المغناطيسيين لبعضهما البعض، ولكن هذه المرة نفس القطب أيضا، اللي هو القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي. نلاحظ أنهما لا يتجاذبان ولكنهما يتنافران. ألاحظ، أتمم الجملة بما يلي، يتنافران يتجاذبان. إذن يقترب المغناطيس من بعضهما، فنقول إنهما، من كي يقربوا لبعضهما نقول إنهما يتجاذبان، أو يتباعدان فنقول إنهما، من كي يتباعدوا نقول إنهما يتنافران، يتنافران. أستنتج، أتمم الجملة بما يناسب، مختلفين نفس، يتجاذبوا يتنافروا. إذن الجملة هنا، طرف المغناطيس إذا كان من اللون، شو كنقول لهم؟ إذن يتجاذبان أو يتنافروا.
يتنافر طرفا المغناطيس إذا كان من نفس اللون، ويتجاذبان إذا يتجاذب طرفا المغناطيس إذا كانا من لونين مختلفين، كما لاحظنا أنهم إذا كان اللونين مختلفين بحال عندنا في المناولة الأولى فهما يتجاذبان، إذا كان الخطبين من نفس اللون بحال عندنا في المناولة الثانية والثالثة فهما يتنافران. إذن أعيد، يتنافر طرف المغناطيس إذا كان من نفس اللون، ويتجاذب طرف المغناطيس إذا كان من لونين مختلفين. إذن نأتي إلى الخلاصة، أستخلص، أملأ الفراغ بما يلي: الجنوبي، الشمالي، الحديد، أن معنى هذا الرمز لنور الشمال، وإس الرمز إس لسود قطبان. إذن يتميز المغناطيس بجذب المواد التي تحتوي على مادة ماذا؟ على مادة الحديد. للمغناطيس قطبان مختلفان. يسمى القطب الملون بالأحمر بالقطب الشمالي أو الجنوبي، إذا الشمالي، ويرمز له بحرف N لونو. ويسمى الطرف الملون بالأزرق بالقطب الشمالي أو الجنوبي، هذا بالقطب الجنوبي، ويرمز إليه بحرف S معنى لسود. يتنافر القطبان المغناطيسيان N وN من نفس اللون، أو S وماذا؟ وS، ويتجاذب القطبان المغناطيسيان إذا كان مغناطيس S وN. إذن أعيد، يتميز المغناطيس بجذب المواد التي تحتوي على مادة الحديد. للمغناطيس قطبان مختلفان، يسمى القطب الملون بالأحمر بالقطب الشمالي، ويرمز له بحرف N، ويسمى الطرف الملون بالأزرق بالقطب الجنوبي، ويرمز له بحرف S. يتنافر القطبان المغناطيسيان N وN أو S وS، ويتجاذب القطبان المغناطيسيان S وN. إذن نأتي إلى أغني معجمي: بول مانيتيك معناه قطب مغناطيسي، نور شمال، سود جنوب، أتراكسيون تجاذب، أتراكسيون تجاذب، ريبولسيون تنافر، أتير يجذب، لفير حديد. ثم أخيرا نأتي إلى الاستثمار، النوع التمرين هنا: جيكري لي لتر ان اس، هادو قلنا ان هو يعني لو نور القطب الشمالي، اس لو سود قلنا ترمز الى القطب الجنوبي. إذن شكل N و S sur l'image d'éléments pour indiquer les deux pôles. لكي أبين القطبين، les deux pôles sud et nord. Sud et nord. لكي أبين القطبين الشمال والجنوب. إذن غنكتبو هنا، هنا وهنا N و S. إذن
ماذا سنكتب هنا؟ إذا أحمر قلنا قطب شمالي، غنكتبو إن، نعم، وهنا غنكتبو إس. إذا إن إس. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس، شكرا على انتباهكم، إلى اللقاء في درس جديد، ولا تنسوا